تم إيقافي بحض المنزل على خلفية الفيديو اللي داولته الناس الكل وتفرجتوا فيه الناس الكل، ما فيه حتى مس من شخص ولا إهانة لحتى طرف، كان في يعني جست للفدلكة والمزاح مع ثلة من أصحابي فقط. تم إيقافنا واقتيادنا للمركز الأمن بنابل، وتم البحث، تم البحث معنا وكل شيء. طلبت محامي، ما حبوش يعني يسمعوا طلب متاعي، طلبت انه يعلموا الدار يعني العائله باش يطمنوهم كيف كيف. تم ايقافنا الليلة ذيك، من غدوه الصباح وقفنا قدام نائبه وكيل الجمهوريه وتعدينا الحبس. المعاملات في المركز كانت معاملات سيئه جدا، ما ضربونيش صحيح، اما كان ضربوني خير ما اللي نسمع كلام كيف هكاك من بعض الاطراف. مخالفه الاجراءات في الملف هذايا اكزومبلير، معناتها هي نوعيه الاجراءات التي لا يجب اتخاذها. بحث البدايه اطلقت يده، هو طلق يده بروحه للقيام بجميع الإجراءات، بشر الأبحاث بدون رجوع للنيابة العمومية، قام بجميع الأعمال الأخرى المخالفة للضمانات القانونية لأي محتفظ به. انتج عنه من حسن حظنا أنه الملف ما كانش متكون إجرائيا كما ينبغي، ولكن مؤلم في هذا كله احنا كلسان دفاع ننتفعوا بغياب الإجراءات، ولكن أنه استهتار بحث البداية، استهتاروا بالحقوق والحريات بعد ما عشنا الحقيقة فترة كانت مثالية في تعاملنا معهم، لكن حاليا فما استهتار وأصلا عدم تطبيق القانون المتعلق بحماية حقوق المشتبه به. ما احترمش الحقوق جملة، بالعكس أنا اللي طلبت محامي. نورمالمو هو يقول لي معناها تحب يجي محامي كل شيء، أنا طلبت محامي وقال لي لا، قال لي غدوة يجيك المحامي. تم بحثي والاتصال بالعائلة، معناها كي سي بون هزونا للإيقاف، يعني باش كلموا الدار وعلموهم اللي نحن موقوفين. وقعدت معناها من العشية للعشرة ونص تاع الليل هكاكا وأنا نبحث، يعني والدار ما في بالهمش. كما قلت لك نعاود ناكد هذه، اي انسان يتوقف راهو عنده الحق باش يطلب محامي، فقط انا طلبت محامي وما حبوش يلبيوا طلب نتاعي. من المؤلم أنه الإنسان تصبح الكلمة هي موضوع قضية وتضمن بمحاضر أبحاث، من المؤلم والمؤسف أنه بحث البداية يولي يطرح السؤال أنت شو فكرت، أنت شقصت، أنت شنو حبيت تقول كي كتبت ولا كي غنيت، لأنه هنا باش نوليو نرجعوا التالي، نرجعوا للتحكم في حرية التفكير وتسليط لقابة ليس فقط على حرية التعبير وتمثيلاته المتعددة، ولكن على حرية حتى أنا كيفاش نفكر، أنا نفكر نقول كلمة، أنت متلقي تؤول بما يعنى لك أن تؤول. فما برشا عباد مظلومة، مانيش نحكي على روحي، أنا لقيت الفرصة أني نتكلم والناس تكلمت وصارت البوليميك. ما فما اللي مسمع بهم حد ذاك شنو مصيرهم. الطريقة الوحيدة لتشكيل سد منيع أمام هذا الاستهتار بالحقوق والحريات وهذه الرقابة القضائية على الإبداع وعلى الكلمة هو مواصلة الكلام، مواصلة الكتابة ومواصلة الغناء بدون أي تفكير فيما يمكن أن يحسب من سجون أو غير ذلك، لأنه هذا بالحق وقت النضال في الكلمة. You